السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول فيديو خارج الديار، يعني إحنا الآن نازحين في رفح والحمد لله على كل حال. أول فيديو رغم إنه الواحد الظروف مش مواثرة، قلت إنه الواحد يعمل فيديو لأنه صحيح أنا علشان خطركم، بس هو أنتوا بس اللي بتشجعوني إن أنا أقدر أستمر. لولا هيك ما فيش أصلا نفسية، الحمد لله رب العالمين النفسية نازلة، ولكن أنتوا اللي بترفع نفسيتي وبتخلوها عالية. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن فيديو جديد، بس لكن احنا لازم نقول لكم انه احنا الان في مكان، يعني انا قاعد في الجيب تبعي وفي العربية تبعتي بصور الفيديو، هو احسن مكان هذا اللي لقيته، وان شاء الله هنعمل عملية نظام انه بدل ما كنا نصور على المكتب او على الطاولة او على المكان اللي كنا نصور فيه، ان شاء الله بنرجع للمكان وبكون ضل ان شاء الله يا رب العالمين. دعواتكم انه المكان يكون ضل والبيت يكون ضل يا رب العالمين، وربنا يحفظنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى هنعتمد تصوير الشاشه ونعتمد ان شاء الله الحكي، يعني قد ما نقدر نمشي معاكم، واحنا الان بصحه كويسه والحمد لله. كنا مريضين، يعني انتقلنا من مكان الى مكان، صحيح الاجواء يعني انتقلنا من مكان الى مكان اخر، درجه الحراره اختلفت، المكان اختلف، الصغار كلهم كانوا عيانين وانا كنت مريض، قعدت يمكن حوالي يومين مريض بعد ما صورت الفيديو اللي قبل هذا، والحمد لله على كل حال. وإن شاء الله بنرجع لبيوتنا سالمين غانمين، وبتخلص هذا الحرب اللي اليوم تقريبا اليوم 73 إلها، اليوم 73 للحرب وأنا بصور هذا الفيديو. اليوم بدنا نحكي عن حاجة جديدة، بدنا نحكي على أنه لما أنا باجي أمسك الجوال أو أمسك الموبايل تبعي مثلا، بيكون الشاشة من الأسفل مش كاملة، هيو بزي ما شفت كيف الشاشة مش كاملة. كيف أنا أخلي الشاشة تكون معي كاملة؟ مثلا لو أنا جيت فتحت الآن أفتح تليجرام مثلا، لو لاحظنا أنا في الأسفل هنا في التليجرام، لاحظ هنا في الأسفل إنه هنا التليجرام مثلا، هي هذه المنطقة صح مش كامل الشاشة. أنا اليوم بدي أخلي المكان هذا أحل هذه المشكلة، هذه بعض التطبيقات بتظهر أن تكون الشاشة مش كاملة، هي مثلا تليجرام مش كاملة، هخليها إن شاء الله الآن بإذن الله تكون كاملة، وخلينا نيجي الآن نشوف التفاصيل يا غليل. ورجعنا لكم من جديد، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قولوا له كيف الصوت والامور ان شاء الله، اكتبوا له في التعليقات كيف الامور، ان شاء الله تكون كويسه. يعني الان لما نيجي على الجهاز تبعنا، ومثلا هي جيت على التليجرام وجيت لقيت لاحظت الشاشه في الاسفل، شايفين في الاسفل، الاسفل وين الخط الابيض هذا في الاسفل، زي ما انت شايف انه في عندنا لون اسود، هذا اللون الاسود ممكن نقضي عليه ونخلصه. خلينا نشوف كيف احنا ممكن نخلصه. هنيجي على تطبيق الثيمات وننزل هذا الثيم اللي موجود امامكم. هذا الثيم اللي بدنا ننزله طبعا بعد ما نحمله ويكون امورنا مكتوب تحت تعيين ومكتوب تحت تخصيص. لما تلاحظ انه في عندك تعيين وفي تخصيص، هنيجي على تخصيص، هتلاحظ انه في عندنا في تخصيص شاشه القفل والشاشه الرئيسيه وايقونات والنظام. انا الان زي ما انتم شايفين مثلا بكون معلم على الاربعه، بشيل التعليم كله عن الثلاثة اللي فوق، بخلي فقط التعليم يكون معلم باللون البرتقالي على النظام، باجي بعمل تعيين للنظام. هنيجي الآن نعمل تعيين للنظام لهذا الثيم اللي موجود أمامنا، ونطلع من المكان ونيجي نطلع الآن في الأسفل. لو دخلنا على تطبيق مثلا التليجرام نشوف هل متبقي الخط الأسفل كبير ولا كيف، هنلاحظ إنه راح تماما، هيو طلع كيف، هيو راح تماما مش موجود، كان قبل موجود ان الخط هنا باللون الاسود او البنش اللي بتسموه باللون الاسود اللي تحت بيكون الاطار كبير، راح صارت شاشه كامله. عندي قناه الخلفيات ايهاب تي في وول بيبرز، هذه قناه الخلفيات الموجوده على التليجرام، بتلاقي فيها خلفيات كثيره، تنقي الخلفيه اللي بتعجبك، وهي زي ما انت شايف فيها كميه كبيره من الخلفيات، بتقدر تدخل وتشوف الخلفيه اللي تعجبك وتصممها. وهي اليوم نزلنا كمان في تصوير هذا الفيديو، يعني في عندي الاخ الادمن او الموجودين الادمن الموجودين على القناه او القنوات بينزلوا لكم اول باول كل شيء جديد. بعد هيك في عندنا حاجه جديده ممكن اورجيك اياها، هذه الساعه ممكن احنا نحذفها ونحط ساعه ثانيه، لو اجينا عملنا زي هيك او اجينا ضغطنا ضغطه طويله على منطقه فارغه، اضغط ضغطه طويله ونيجي بعدين على الاضافات وننزل هذا الثيم، لاحظ هذا الثيم شايفينه؟ هذا الثيم اسمه هايبر ماكس، هايبر ماكس. بعد ما ننزله تدخل على هذا المكان هتلاقي الساعة هذه، فنيجي الآن نحط الساعة، خلينا نحط اكس، نعلم الساعة زي هيك، والآن حطينا ساعة وهي الخلفية والساعة. بالنسبة لمركز التحكم، هناخد لمركز التحكم حاجة جديدة، هنيجي على تطبيق الثيمات ونرجع
ونيجي ننزل يو اي 16. بعد ما ننزله رجع الى الخلف، وكمان رجع الى الخلف، وهنيجي على ثيمات مخصصة، وهنيجي على شريط الحالة، ونختار يو اي 16 ونقول له تعيين علشان نختار مركز التحكم. وهي اصبح لدينا مركز التحكم، نطلع من هيك مكان من كل المكان، واصبح لدينا مركز التحكم زي ما انتم شايفين امامكم. مركز تحكم جديد، ساعة خلفية، البنش اللي تحت راح، أمورنا تمام التمام، ولوز اللوز. وهذا ما كان لدينا، إن شاء الله نلتقي في فيديو جديد. دعواتكم من ربنا إن شاء الله يحفظنا ويصبرنا، وإن شاء الله نرجع على ديارنا سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم إيهاب الصرفندي من غزة هاشم من رفح. سلام.